والكثير. نعم. يبقى كي انجو من النار وادخل الجنه الا تحتاج مني الى مجهود؟ ولكن ممكن نعطي جدول، ممكن نعطي خطوات. ما هذا؟ سهله بسيطه. تفضل. اول شيء، اقرب ما يتقرب العبد به الى ربه ما افترضه رب العباد عليه. هذا صعب، خلاص خففها شويه. صحيح يعني شويه يا ابني، ما فيش ادنى من تحقيق الفرائض، ما فيش اقل من كده. فرائض الله المعلومه وغير المعلومه، والمذكوره والمنسيه. كلام فضيلتكم اول درجه لا تقام اصلا في الدنيا. يبقى احنا عمان نتكلم او لمن؟ انا واثق ان المشاهدين والمشاهدات يريدون ان يعرفوا منهجا محددا للسير نحو الله، وصنعت حجاب كما تقول انت بينه وبين الجنة. اقامه فرائض الله سبحانه وتعالى، الائتمار باوامره والانتهاء عن نواهيه، هذه اول خطوه. اول خطوه. طيب، بس الفرائض المعروفه مش العبادات فقط. ماذا؟ لا، فرائض الله في العبادات والمعاملات. والمعاملات. يعني وصل في العبادات ما بينه وبين الله، ما بينه وبين الناس، ربما يخضع لقوانين بشريه. لا لا لا، لا يخضع لقانون الله عز وجل ايضا. دع ما لقيصر لله وما لله لله. يعني دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، او ما لقيصر للحكومه. لا لا، قيصر لا لا، قيصر ليس له شيء. دع ما انتم لقيصر. اعلم بشؤون دنياكم. لا لا، معلش، امور دنياكم في الاجتهادات وفي التنظيمات وكذا، ولكن وفق منهج الله. يعني ربنا حرم اشياء، خلاص ان الله ايه يعني امر اوامر فلا تعصوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان او غير نسيان فلا تسالوا عنها. هكذا هذا المنهج. مره ثانيه، المنهج جميل. ان الله حد حدودا، فرض فرائض، نعم، فلا تعطلوها. طيب. وحد حدودا فلا تعتدوها. خلاص. نعم. وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان، او في روايه غير نسيان فلا تسالوا عنها. رحمة بنا، رحمة بنا، خلاص ما تسألش. أنت مالك أنت الراجل اللي عايش في الإسكيم وهيروح فين ولا مالك؟ كيف نقيم هذا البند الأول والناس حتى الآن تسأل في العبادات فضيلة الشيخ؟ شوف، من لم يحسن عبادته لن يحسن معاملته. جميل. لا فض فوك. لأن أنا إذا لم آخذ ثمرة الصلاة وتنهاني عن الفحشاء والمنكر والبغي فلا صلاة لي. إذا لم تجعلني الصلاة متواضعا للناس بعد تواضعي بين يدي الله عز وجل، يبقى لا فائدة في الصلاة. إن لم تزكني الصلاة فأكون صادقا في قولي، أمينا في عملي، يعني لا أرتكب ما يغضب الله عز وجل، فلا فائدة في صلاة. وساعة وساعة. لا، في ساعة وساعة. ساعة يعني سوحة. مروح عن القلوب. روح بمرضات الله. بمرضات الله. في ترويح بمرضات الله. معقول؟ الله أكبر. لا، مرضات الله كلها عبادة. لا 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 لا، لا، لا مرضات الله أن 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 تضحك مع، أن تدخل السرور على جارك، أن تدخل السرور على يتيم، أن سبحان الله تبارك لأخيك في عرس، تعزيه في ورطة وتخب بجواره، هذا كله ترويح. يشعر المسلم عندما يأتيني خصمان وأقضي بينهما ويخرجان من عندي غير ما دخل به، أشعر أنني قد ملكت الدنيا بحذافيرها. سبحان الله. جميل. دخلت سرور على هدأ البيت. نعم. اللي جاي في مشكلة. طيب. تنفيذ أوامر الله والانتهاء عن نواهيه في العبادات والمعاملات. هذا هو الإطار العام. الإطار العام كمرحلة أولى. طيب. طيب. ثم ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أرحم. الله. جميل. يزيد. أدي ركعتين في جوف الليل. أدي جزء قرآن. أدي شوية استغفار. سبحان الله، صلة رحم، عيادة مريض، صدقة جارية، كفالة يتيم، خير هذا إخلاص، أفتح باب رزق الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى يسخر لي، وهكذا أدعو لأخي المسلم بظهر الغيب، أرجيه في رحمة الله وخوفه من عذاب الله، كل ده خير، كل ده نوافل. وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحب. هنا بقى وقف العبد على أرض السلامة فتتلقفه يد السلامة. جميل. فإذا أحببته كنت خلاص. هنا بقى لن يسمع إلا الخير، ولن تقع عينه إلا الخير، وسبحان الله العظيم، وبعدين لن يأكل إلا خير، زي النحلة، إن أكل أكل طيبا، وإن أطعم أطعم طيبا، وإن وقف على عود لم يخدشه ولم يكسره، خفيف الظل، لطيف، ظريف، هين، سبحان الله. وهكذا. فعمل النوافل، وبعدين أن يسرع إلى مرضاة الله إسراع النسر إلى فريسته ولا يؤخر. وعجلت إليك ربي لطرد. أم الكريم
كانت ترضع ابنها خوفا من فرعون. نعم. فلما توكلت على الله صارت ترضع ابنها بامر من فرعون. صح. التوكل هي سبحان الله، هي الاول ترضع على خوف، لا ترضع بالامر. صحيح. وهي امنه. والايه واضحه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، يعني تخاف وتقيه. ولذلك لما ابن القيم يعلق على القصه يقول ايه؟ يقول ان هذه لما الله امرها بان تلقي موسى، موسى بقى خلاص اصبح بعيد عنها، اصبح في يد الله. فلما جاءت الهديه، جاءت الهديه من عند الملك، ولما تاتي الهدايا من عند الملك تكون مضمخه بطيبه. يا سلام. مضمخه بعبير الرضا، بعبير اليقين، بعبير التوكل، بصدق اليقين، خلاص سبحان الله العظيم. فبمثل هذا. وبعدين